بي ار ان ذا هاوس رئيس الوزراء حمزه عبد البري اي اديق مركز لا كولنتين مخو كو ييري مركان لا كول ما وху او غدحاي اديق ددكي hore او اكتahay سومااليان قوبا نسيب أولاد هذا بسم بقولهم أنا يراهم كده وينجري كورنيه. عيارة كل جستا شكله حواي هالكلام ونا حرش إياه يصير بنتكيس كلامه في إيمان مو بدو نقدر يعرف منه. أوكي سؤالك جديد سؤال شكله بحتها. إير عربيت معك ونعبتها. نيورتا إير عربيت كعقبتها جوا سو ما علدنا مؤه. والله عقبتها جوا إلا أي حدا. أنا جاهم وحاولنا عبنا هاي. إن عاها سوستا سوق الإدري أديك على حليل سوق أديك حسوق كذي سا يعني شي شي يعني مرة مرة تمين سكرة كيلا باستا بر عجين أديك دمبيش يعني عقد كروتي عيال أو بليل إلى يعني أو حس ده حلق عن ملا عمرتها والله شيء أري أبدك شو شو أرداي دمبيش وما ده دقسيش حافظ دم شون كلهم هم كده هاي لعكتي العربية ده يقعون حلو ده متخان العربية كام عنين عيالها كحوجين بولا طاي شو مالي أنا ما علقو بين أول علقو يجي هول هول بركت ما حلو محل إيه بحي بولا عروس عيالك حافظ مثل بولا عروس مك يجي أنا بحن صح شو استاي العربية مدحته شو مالي إيه أنت عركي قف أنت عركي دم أنت عركي والله إلى عربيت أنت مركز دربو اسكو ملاصة مدفع أنا ماشي وصعدي ماشي وصعدي ويلي خانا تاس واي أنا هرت إلى عربيت ونعبنا وأنا عقبت هاجن إلا أي حد عقب يدينا دقال مركو نوع إلى عربيت معصب إياه والله إلهي ما اسمي مكو مثلا بأس أكو اسكو فران وحن بلا سيزدي أما بيع أما لطورة أما مدفع وحس لي هذا جيرد كو سهرس دلق نار لوق دلق لوق مكا دلق تريد بس إلى عربيت أكو جيرو أو قابل هرمو كاسو هرمو بالعيد والله ماشي او مدفع او صعد اي ماشي كو صعد نوي قال ادي متقان عيال حافظ داس كتاي مكتب بو بو مر عيال كو صعد شو راد سنه الى عربه داك هري مركو لامي جوينا والله انا بك شيين ساسو دها دح وفينا دح وفينا فقطع بس كان مدير هيك تاع العربيت دتكو هو حو يدينا الى عربيت يا لوغ دعودا من كيدن على اوراي واحد اسك دي ديلا والله انت قرار كان ما تيستو كوسينا لا اله الا الله امودنا كودو فرع مكليو كودو فرع مدبر كودو فرع قاتل بالله اللي تاعي وكسا واك ودينا سمينار كي كوساب سنه توكها اي حليم صومالي قبط ان اورت سمينار كان سمينار ان كقيلي واحد حليم صوماليا حي سمينار اي مدو ودي بارتان اي قراله بدن وخي كديار توكها وخي سو دجيسي ياسينو توكو كوا كان لبك إيه إنه يهاي رومانتي كان في عين يهاي فارح لغة باستو صوبت أسود دلش تحتري كو تكو لا عد مو حو يهاي حاسكيس حدي اللي ما تحتا ناك لما يقول سناي أنا وحن فاهم من مركز يكون فاهم تقول أسكو إجاي أنا وعوج تكوها وهذا كلية أدوك عن كنول كنول أو له محكمة تسوى أوجه لكن ولي قال لي تكتو كان كي كان نكا كان عاتي شوف فانت على يا كان مسلم مالي وانا اغلب بدنت وانا علم بدنت صاص وين بسم الله اه هكا واحد كويدينا ننحن حدها ان هرت ننحن او دن فدارتي او طبيعه حن المفوز من دلا والله الماء ملك دي دي لا مبت وافير نساء حل رنيو الماء يا دلي ما قالوا لي فارح نعنا كل قد أوناس يجين صص believe me حتى هؤلاء ده يروح بنتاعي الماس فرح من قرآن أوناس يجين فيري الوقت كله كدوينه إلا نحن نغلي آه because ده بعد يسوع أساس نلاي فرحنا أنا أساس نلاي خوف كلا بدل نلاي مرك نلاي أوكي وحق ودينا محا أطري الماء أمريكا كل شوى تفتف أمر فيان الماء نورتا ونودي نودا كان ما أمريكان كنا warka ayga ogeey international rufiyan ee tip for one half ayga way guriga markay joogan adey ku gur gurayn way moogdo marka baxday xilay maami you know what aab isku shur sigaar ku aan wax walba qarnaa adri waxa leeda ilma caadi way billa warkan amerikanka ayga ogeeyaan no ya warkan ayga amerikanka ogeeyaan ha cunugii dhahay waxaan ahay am lion ama waxaan ahay sheekada sheekada fani waa sheekadan
ilmaha Soomaalida waxa laga dhaadhacsiyay libaax tahay iyo iskicil iyo waxan qaan maxan oo meel meel ka keenay waxa sama naqaan cunugan wuxuu aaminsan yahay boo inuu libaax yahay inu cadaana oo u tagay iskuulka oo zebra iyo fiirsanaayo iyo maxaa la jiray monkey waxa uu fiirsanaayo cunugii markuu wuxuu dhahay cunugii cadaanka wuxuu yiri aniga xayawaankan jeclahay wax cunu dhanaan necbanahay cunugii cadaanka dhahay ki Soomaali wuxuu yiri I am a lion you are a zebra waan cunaahu cunugii Soomaali iskuulka laga soo buriyay saddex buri iskuulkii abiis iyo hooyadiis aa loo yeeray kaale maada lahayn cunugiina terrorized wuxuu ku sameeyay lacanada student markii maamadii hooyadiis waxay tiri maxuu sameeyay markaas waxa la yiri xayawaankan iyo waxaan iscuncunaayo oo cunugan akhrisanaya la ma waxa la iscuncunaayo iyo waxaan maxaaba horta markii hore loo keenay tiri iskuulka waxaana ayaa qaldanay ayaa qaldanay tiri marka ilmaha ayaa la dhihin iska celi iyo libaaxa taa iyo mentalitykaas joojiya walaalayaalo ninkan iskuulka u tagay cunugu wuxuu leeyahy cunaa meeshaan maa meesha lagu dhahay Okay, what do you think? آه شكرا أني تفير فني مدقوا سلامة يا لو بروا وحني سلامة أضوج حكا حكا ما ذا مدقوا أنا بري مدقوا لعه مدري المدقوا آه سكرات قبطي واي تركي سيا نادري دي سكر تاجناين أنتو فيري وحكوري أنا كنت كر تاجن إنه حميدنا أجي داي نفط على غاب إذا كان الله نرجع شيء زين أدي نفط لأي غاب خلاص واي أوكي وحاي يقدر تاع gabadha iyo horreysa kobad inta kor u qaadeen ee dhulka sii daayeen ee odagayna qorog baadkiisa xabad ka geliyeen aniga naxdin waaye ah waxa la dhayaa tahay marka aniga iyo yasiin in the house goos goos kaaneeto every 2 weeks ayaan sameyn doonaa sumayyiri iyo anigana waa sameyn doonaa aniga iyo yasiin xugmaal production deeq darajo I salute you guys I am the one and only kan ugu quruxda badan suuqa xoolaha abdulxakiin br sayid maxamed cabdulla xasan wuxuu ahaa hogaamiyihii daraawishta gurjeedkiisana wuxuu ahaa gobonimo doon waatii uu la dagaalay abasiiniya ingiriiska iyo talyaaniga taariikhdiisa waxaad ka bogan kartaan beejkeenna ma og tahay awoodda koowaad ee koonfurta soomaaliya ee cabsi gelisay inuu hogaaminayay abaanduule iimaan sheekh xasan sheekh nuur sheekh axmed sheekh xasan barsame taariikhdiisa beejka ka boganaysaa aqoon ma u leedahay halyeygii loogu magacdaray hooyga looga arrimiyo jamhuuriyadda soomaaliya villa soomaaliya waddada gasha ee ka baxda inuu yahay nasiib buunta waa suldaankii gosha waxaad ka bogan kartaan taariikhdiisa beejkeenna maxaa ka taqaanaa taariikhda wiilkii naadigii s y l ee leegada uu yeeri jirtay horseed wasiirkii ugu horreeyey ee wasiirada mudane cabdulaahi ciise maxamuud taariikhdiisa waxaad ka bogan kartaan the beejkeenna the fine art 252 intaan oo keliya maah waa 192 haddii aad aqoon leedahay emailkeena nagu soo diri kartaan telefoonka naga soo wici kartaan haddaa taa mid soomaaliyeed oo jecel dalka iyo dadka ogow taariikhdan adigaa leh waa waxaan wada leenahay hiil baa lagaaga baahan yahay waxaan ka dhintaa oo keliya inuu reer galbeed ama dad kale ee faraha la galaan waa waxaan wada leenahay haddii aad aqoon leedahay haddii aad dalkan jeceshahay ogow
كوه مستقبل كفوق إيمان دونه وين أريها بيان بيس.